إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام، شفت فيديو يعني عجزني لكنه متوقع جدا. البارح في الحراك ناديو الزواف بأعلى صوتهم ولاش الإسلام ولاش السماح، يعني لا يوجد إسلام ولا يوجد السماح، وكانوا يرفعوا في الراية اللي منعها الجيش، يعني راهم يبروفوكيو في الجيش ويتحرشوا به مباشرة بيتدخل. إذن باه يلقاو ذريعة للتدخل نتاع مهم خرانصة اللي راهي تنتظر بفارغ الصبر أي غلطة أي غلطة أي خطأ من المؤسسة العسكرية، باش تقوم بالتدخل مباشرة في الجزائر. فرنسا راهي تعيش على الجمر، وهادو الناس راهم يخدموا ليل ونهار 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام يبروفوكيو في المؤسسة العسكرية ويبروفوكيو في الشعب، في الشعب الحر. إذا جماعة ما تسمعوا لهمش، جماعة اللي غلطوكم راو الفيديو تقدروا تدخلوا ليه وإن شاء الله نشروا يعيطوا ولاش الإسلام ولاش الإسلام. في بلد 99% كله مسلمين سنة ولله الحمد والمنة. إذا الطريق الوطني رقم 27 ولاية جيجل الجزائر، من تحت سفح جبل استسنان. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.